حياكم الله في رباعية التعليم. الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في تقديم معارفهم للآخرين. إما أن يكون عندنا ترفيه، إنسان يقدم جزء من الترفيه، أو بنوع من الجدية، اهتمام عالي بالمعلومة واهتمام منخفض بالمعلومة. فيتكون لدينا أربعة أنماط من أنماط تقديم المعارف. شوف كيف الرسمة حقتي، ما شاء الله. ايش الحلاوة هذه؟ ايش زي الصفحة اللي بطلع فيها؟ تغشني يا ولد ولا ايش؟ شوف نفس الشيء والله. اي والله كانت بتغش مني صح؟ غشيتها من هنا صح؟ ايوه. مرة حلوة ما شاء الله رسمتك. صحيح ان هذا مشهد تمثيلي، لكن اذا صار معك عزيزي المشاهد، أي من ردود الأفعال التالية راح تكون ردة فعلك؟ الله يا براء، إيش الرسم الحلو هذا؟ شكلك غششها من الكتاب صح؟ لا والله تشبه لها، بس مستغرب من إيش النخلة، النخلة هذه ليه؟ عشان وسط التلج؟ شكلها كذا حلو مع الرسم. شكلك جيعان، نفسك بالتمر أنت. مرة حلوة. أقول لك خلص رسمتك وأنا بعدين إن شاء الله أشرح لك كيف تشق الأنهار أخاديد في اليابسة، بس خلص الآن رسمتك وبعدين نشوف كيف. أوكي؟ أوكي. النمط الأول وهو الأجود هو الذي يقدم المعلومة، عنده اهتمام عالي بالمعلومة وعنده ترفيه، وهذا النوع هو المربي. هذا مربي، لما يجي يقدم المعلومات ينوع في الأساليب، يختار التوقيت الجيد، يختار المكان المناسب. الترفيه لا يعني أني أنا أصبح يعني أخرج عن خارج إطار شخصيتي، ولا أنزل إلى مستوى الأطفال في عملية اللعب، وإن كان هذا لا بأس به، لكن يعني أني أغير في الأسلوب. قد يكون الترفيه في تغيير الأسلوب وتجديده، قد يكون الترفيه في تغيير المكان اللي أنا بالعادة أجلس فيه. مو دائما لازم أشرح لابني مثلا في المكتبة مثلا، أو أنا معلم مو بالضرورة دائما أن أشرح في الفصل، أو أنا أستاذ جامعي مو بالضرورة أن أكون دائما في القاعة. قد يكون في تغيير المكان، قد يكون في تغيير المكان ليس تغيير القاعة أو الفصل، حتى الاتجاه. ممكن إحنا بدل ما ننظر إلى السبورة ننظر إلى الخلف، وهكذا. أحيانا يكون بتغيير التوقيت، ممكن نتعلم بعد صلاة الفجر مع الأبناء، ممكن نتعلم في الليل، نغير توقيت التعلم. هذا جزء من إحداث الترفيه. ممكن يكون التغيير أو الترفيه بإضافة عناصر جديدة، ممكن نتعلم إحنا ثلاثة أربعة مع بعض، ممكن تكون على هيئة مسابقات فأغير الأسلوب، على هيئة منافسات، على هيئة ألعاب، على هيئة أياً كان، مع عدم إغفال تقديم المعلومات. هذا جزء من التربية الذي يحبب المتربي في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطال مرة في سجوده، حتى أن راوي الحديث شداد الليثي رضي الله عنه رفع رأسه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له أمر أو أنه يوحى إليه. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة قالوا له أنك أطلت في إحدى سجداتك، فقال إن ابني ارتحلني، يعني جاء أحد الأبناء الحسن أو الحسين فارتحله وهو ساجد، يقول فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. اللعب يا كرام حاجة عند الطفل، وعندما يأمن ردة فعلك سيقترب منك ويلعب معك ويقبل عليك، وبالتالي تستطيع أنت أن تقدم له المعارف، تستطيع أنك تهذب وتشذب إذا كنت واعيا بذلك. إذن النوع الأول نوع مسألة المربي، هذا الجزء هو جزء التأديب والتهذيب. وش معنى التأديب؟ معنى التأديب لما نجي نقول واحد والله فلان مسوي أدبه، ما معنى أدبه معناه عاقبه ولا يضربه ولا لا. التأديب مأخوذ من المأدبة، من تقريب الشيء. المأدبة مأدبة الأكل، أنها ترفع الأكل تقربه إلى الضيف. فالتأديب هو تقريب المعارف، تقريب القيم، تقريب السلوكيات الحسنة وتهذيبها وتشذيبها وكشط نتوآتي ما يخرج منها مما لا نريده. إذن هذه مسألة التربية. مرة حلوة،
بس ايش النخلة هذه؟ وش؟ ايش جايبه وسط الثلج هنا دي؟ شكلها حلو كذا. والله انت شكلك انت اللي جيعان. اقول لك خلاص يبقى انا بس انا الكتاب ده خلينا نرسمها مع بعض. هات 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 اديني القلم. انت ارسم هنا كمان. ارسم نخلة هنا جنب البيت هذا وانا حرسم نخلة هنا. بس ارسم نخلة حلوة مو زي صندوق هذا يا راجل. ارسم نخلة حلوة شوف زي هذه شوف شوف. شوف النخلة دي حقتك. النوع الثاني من المربين، النوع الثاني من المربين هو الذي عنده الترفيه ومنخفض اهتمامه بالمعرفة، فهذا لا يتحول إلى مربي، هذا ربما يتحول إلى مهرج. أضحك وناسة ودعابة، وحتى إذا بدأ في مسألة الجد أو التعلم تجد أنه هو الذي يكسر إطار مثلاً الجدية والرسمية، ودائما يركز على السخرية ويبالغ في الأساليب على حساب المحتوى، يبالغ في تغيير مثلا كما يقول كسر الروتين، إلى درجة أن يكون الترفيه هو الهدف على حساب تقديم المعرفة المعمقة أو المعرفة المتكاملة. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا شرح التفسير وخاض في الفقه وتحدث في العقيدة نظر إلى وجوه طلابه ثم قال أحمضوا أحمضوا، خلونا نغير شوي الطعام، أحمضوا وقربوا ديوان العرب، يعني خلونا ناخذ شوي فواصل من ديوان العرب وقصص العرب وما إلى ذلك. لا يغلب هذا، لا يكون كل المجلس أو كل الجلسة مع الطلاب أو مع أبنائنا كله في الدعابة أو كلها في الإحماض في الأشياء التي لا تعد من أساسيات ما يحتاجونه. إذن هذا النوع الثاني. هل تقدم المعلومات لأبنائك وتصحح لهم أو تمزح معهم؟ ممكن أقدم لهم المعلومة بطريقة فيها مزح علشان توصل للهدف. شيء طبيعي، الابن حيشاخذك أنت كقدوة له، حيطبق منك الأشياء اللي حيشوفها، الأخطاء اللي حيسويها أنت لازم تنبه عليها، تقول له يعني قدوة، الأشياء اللي تشوف يسويها صح تشجعه عليها، الأشياء الخطأ تحاول أنك تمنعه ما يكررها مرة ثانية، ما تصدر مرة ثانية منه. النوع الثالث، لا احنا قلنا ترفيه، لا في نوع ثالث عنده جدية. فعنده جدية مع تقديم معلومات واهتمام عالي بالمعرفة، هذا النوع ممل. ابوي طب ايش رايك في الرسم، حلو ولا لا؟ يا ابوي بلا حلو، سيب هذا كله كلام فاضي، تعال تعال انا اشرح لك هذا الكلام، كيف تشق الانهار اخاديد في اليابسة. قرب قرب مني قرب. أنت عارف أنه يشق الماء في أثناء تدفعه الجامع. النوع الثالث ممل ثقيل، لا يجعل الإنسان والابن والطالب يقبل على المعرفة ويستثقلها ويشعر بأنها مرة. هذا النوع هو الذي يكون جاداً، والجدية إذا زادت 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 سقطت نقطة الجيم فتحولت إلى نوع من الحدية. يكون الإنسان ما عنده هدف إلا أن يتم المعلومة وأن يدخل هذه المعلومة إدخالاً يعني قسرياً إلى عقل المتربي سواء كان طالباً أو كان ابناً. هذا النوع نوع ممل ولا يستطيعه إلا بعض الطلاب اللي عنده روح الاهتمام بالمعرفة. ليس بالضرورة كل الطلاب يحبون الترفيه، بعض الطلاب عنده نوع من الجدية، بعض الطلاب عنده هدف عالي جدا، بعض المتربين قد لا يستسيغ تغيير أنواع مثلا وسائل التعليم وغيرها، هذا ينفع له. وبعض الناس جاد. يروى عن يحيى بن يحيى رحمه الله أنه جاء مشيا على الأقدام من الأندلس إلى المدينة المنورة كأنه طالب مبتعث إلى جامعة الإمام مالك، فدرس عند الإمام مالك، هو جالس في الحلقة والإمام مالك يشرح، جاء فيل في المدينة فانفض الحضور، راحوا الطلاب وقاعد يتفرجون، فيل في المدينة شيء يعني غريب جدا ونادر، فلم يجلس في الحلقة إلا الإمام مالك ويحيى بن يحيى، فقال الإمام مالك يا يحيى قم
فانظر إليه فإنه لا يكون في دياركم، أنت ما راح تشوفه في الأندلس، ما هي فرصة، روح روح. فقال له: يا إمام، جئت لأحدث أهل الأندلس عنك لا عن الفيل، وجئت لأراك لا أرى، لا لأرى الفيل. فقال له الإمام مالك: اجلس فأنت أعلم أهل الأندلس. في طلاب، في نوعية من المتربين فعلا عنده الجدية، لكن الغالب عند المتربي الصغير أنه يحب أن يدمج بين الترفيه وبين أن تعطيه معلومات جيدة. طبعا شلون نعطيه معلومات جيدة؟ هل ممكن أني أنا أجيب ترفيه ويكون فيه معلومة عميقة جدا؟ نعم، عندك مجموعة من الأفكار. مثلا لما تروح مع الأبناء ثلاثة أربعة تلعب معهم كرة، أنت مع أولادك، يكون عندك هدف أنه يكون فيه ترفيه ويكون فيه تعميق العلاقة بينك وبينهم، ويكون فيه نوع من تصحيح المفاهيم. مو بالضرورة الأخيرة هذه دائما تكون موجودة، يكفي أني أحسن العلاقة مع أبنائي من خلال الترفيه، من خلال أن أكون معهم. وكثير من الأبناء الذي أحب له أن تلعب معه في لعبته القديمة خير له من أن تشتري له لعبة جديدة. يحب أهم شيء أبوه معه، أهم شيء أمه معه، أهم شيء أخوه الكبير معه يلعبون. فبعضهم أنت ممكن أنك تلعب معه تمتن العلاقة به، تروح عن نفسي وتقدم تصحيح مفاهيم. مثال: أنا ممكن أجيب كورتين، أشوف العيال يلعبون كورة عندي في البيت، ولا جايين عيال خالتهم ولا عيال عمهم ولا أيا كان يلعبون كرة في البيت، ممكن أضيف كرة ثانية لهم، تصير في كرتين، وأقول يلا العبوا الآن في كرتين، ما يصلح خلونا نجرب. ويبدأ يلعبون، أول شيء كده فكرة غريبة وحماسة عالية، ويبدون يلعبون. إذا مشوا شوي في اللعب يحسون مسألة بدأ يخرب اللعب، طيب شلون نشوت، طيب كذا، وهذول يروحون يأخذون الكرة والثانيين يأخذون كرة ثانية وتتلخبط شوي، بيقولون لك خلاص يا بابا أو يا عمي أو يا خالي ما عاد، أو يا أخوي الكبير أنا ما عاد أبغى ألعب، خلنا نلعب كرة واحدة. خلاص ما يخاف، ما في شيء، خذ الكرة الثانية وقل لهم خرب اللعب. تدرون ليش؟ ليش؟ لأنكم تطاردون كرتين وترغبون في تسجيلها. وكذلك الإنسان في الحياة عندما يطارد هدفين فإنه لا يستطيع تحقيق أي منهما. بس أنت أعطيتهم لذعة معرفية فيها ترفيه وفيها كثافة من القيم وتصحيح المفاهيم. أبوي طيب إيش رأيك في الرسم، حلوة ولا لا؟ يا أبوي بلا رسمة بلا حلوة، ما أني في الكلام فاضي حقك ده، الله يرحم أبوك، روح عني ماني فاضي. أبوي طيب ينفع أخلف وسط الثلوج هذي؟ والله يا براء ما أعرف يا أبوي، ريح جسمك أنت، أنا ريح جسمك عشان تعرف تنام بس في الليل بدري، ريح جسمك، أنا ماني فاضي لك دحين. هل تقدم المعلومات لأبنائك وتصحح لهم أو تمزح معهم؟ أمزح معهم في بعض الأحيان، وأحياناً أعطيهم بعض المعلومات وأصحح لهم. قاعد أحاول أمارس شغلة في التربية اللي هو كيف أكون صديق لابني، ما أقدم له النصيحة مباشرة، أنا أحاول قدر الإمكان أنه ألعب مع دور الإقناع أكثر من أنه أوجهه مباشرة أو أنصحه قدر الإمكان. هذه يمكن الممارسة مارس الوالد معي، إنما بعد ما تقريباً بعد الثانوية مارس الوالد معي، إني ما كان يعطيني نصيحة مباشرة، كان يعطيني خيارات وأنت لك الخيار المناسب تختاره، وهذا قاعد أحاول أمارس مع ولدي مع إنه صغير، بس قاعد أحاول أمارس التجربة هذه. ننتقل للمربع الرابع، وهو إنسان عنده جدية عالية وعنده اهتمام منخفض في المعرفة. هذا الإنسان منفر، يجلس مع أولاده، جدية عالية، ما يبغاهم يلعبون، ما يبغاهم يتحركون، وبالنسبة له لا يقدم لهم معارف، أهم شيء اقرأ أنت، أهم شيء اسكت، أهم شيء مثلا خلص دروسك، لا يهتم بتقديم معارف لهم ولا تصحيح سلوكيات لهم. وأيضا هو في ذاته جاد، إذا دخل عليهم تغيرت يعني أحوال المنزل، الكل هابه وهو يعتقد أن هذا جزء من تربيتهم، لا، هذا جزء من التنفير. فهذا الرجل بعد ذلك يقول أنا ما أدري ليش عيالي، ما إذا جينا نتغدى كل واحد جالس في غرفته، ولا إذا جينا نسافر كل واحد ساكت، ولا إذا جينا، لأنه لا يدري أنه لا يقدم لهم شيئا، لا هو الذي قدم معرفة فيقولون نصبر على 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 يعني جديته،
وربما قسوته، ونتعامل معه كأنه دواء مر لكنه نافع. لا هو الذي قدم معرفة ولا هو الذي قدم ترفيها ومتن العلاقة مع أبنائه. هذه أربعة أرباع في التعليم، فأيها أنت؟